يسأل السائل الكريم يقول: طيب، من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنه قرأ القرآن كله، طيب ليقرأ من الفاتحة للناس وعنده ختمة؟ نقول: نعم. سؤال جميل. نقول هنا أيها الكرام الفضلاء: ثواب من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات تعدل كأنه قرأ القرآن كله، لكنه لا تعدل أجر من قرأ القرآن من الفاتحة إلى ليش؟ إلى الناس. نضرب على ذلك مثالا، مثال واحد فقط، والأمثلة كثير. عند الترمذي وحسنه، وأصله عند مسلم، عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله، مو قاعد مع الواتس والفيسبوك وتويتر طول الطريق فاتح الجوال لين طلعت الشمس، قال لك أنه كنت تذكر الله، أنت كنت تذكر تويتر وجوجل، ما كنت تذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس. لحد هنا عند مسلم. زيادة الترمذي ضعفها بعض العلم وحسنها بعضهم، منهم الشيخ الألباني، قال: ثم صلى 2 ركعتين. ومتى يكون وقت ذلك؟ بعد 1/3 ساعة من وقت الإشراق، موجود في الساعة يقول لك وقت الإشراق، بعدين تلقى 20 دقيقة أو 1/4 ساعة بعدها لما تنتهي تبدأ تصلي 2 ركعتين، وهي تعد من الضحى. ثم صلى 2 ركعتين كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فهل هناك أحد يقول: يا أخي أنا ما حجت حجة الفريضة ولا اعتمرت العمرة الواجبة عند قول بعض الفقهاء أن العمرة واجبة فيكفيني جلسة إيش؟ جلسة بعد الفجر هذه الحد الإشراق؟ نقول: هل أحد يقول ذلك أنه صحيح يجزئه ذلك؟ لا. نقول: هي في الأجر، ولكن لا تجزئك في ماذا؟ إسقاط الحج الواجب عنك. ومن حج له من الأجر العظيم، لكن هذا من رحمة الله عز وجل. أخي الحبيب، الله يعطيك بدائل في هذا الدين العظيم، أمور قليلة في عملها عظيمة في ثوابها، والناس عنها ذاهلون.